اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده. كتير منكم من ساعه ما بدات الفيديوهات اللي هي الرياكشن ديت بيكتبوا لي في الكومنتات تحت اعمل فيديو عن عبد المؤمن جابه، بيقولوا كده حاجه عامله زي ميسي. فانا بقى معلش يعني اتاخرت على الفيديو دوت، بس خلينا نتفرج عليه. بس قبل ما نبدا يا معلم ما تنساش تنزل تعمل لي لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد، ولا ايه؟ يلا بينا يا معلم. يلا يا عم عبد المؤمن جابه. يا ولد يا ولد يا ولد، ايه بدايتها كده؟ بدايتها بتطلع مدافع لسه بنبتدي. هو ده برضو، ها هو رقم 10 ده. اوف 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 اوف، ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ الحق معلق الكره فين؟ بوم 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 بوم، بيطلع مدفع. اوف اوف اوف، لا 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 لا، ده كده في حاجه غريبه، كده في حاجه غريبه. ايه اللي بيعمله ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي يا لعيب. اوف اوف، ايه ده؟ ايه ده؟ ده مين ده يا جدعان؟ اللعيب ده جزائري؟ طيب فهموني. يا عيني عيني تعيني عيني على العقل، يا عيني على العقل. يا جدعان اللعيب ده جزائري ولا ايه؟ فهموني بس، هل صنع في الجزائر ولا فين؟ يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. بص بص التعديه، بيقولوا عليه ميسي الجزائر يا جدعان، ميسي الجزائر. يا ريت تفهمون الراجل ده كان بيلعب فين وبيعمل ايه بس يعني، وعنده كام سنه دلوقتي وبيلعب دلوقتي ولا لا. يا ريت تعرفونا حاجات عنه. تعال حبيبي تعال، ده قدام اسبانيا ده. تعال 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 يا ولد، رد حاجة أشول كده وقصيرة زي ميسي، فاهميني؟ ورجليه الشمال إيه جميلة، بسم الله ما شاء الله عليه بجد يعني. يا عيني يا عيني يا عيني. أوف أوف، تعال يا حبيبي. فين اللي بعده؟ تعال يا حبيبي، يا عم بطل شد، أنت قطعت له تيشيرت. في إيه؟ هل هذا صنع في الجزائر؟ لا الجزائر بصراحة يعني اعذروني. يا ولد يا ولد يا ولد. بص يرقص فين؟ تعال يا حبيبي تعال. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اوف اوف اوف. هو بيلعب صانع العاب صح؟ يا ريت تكتبوا لي برضه بيلعب ايه في الملعب؟ صانع العاب ولا بيلعب وينج ولا ايه؟ تعال يا حبيبي، الواد بيرقص زي ميسي. يا عيني يا عيني على الاسيست. يا عيني على الاسيست، ايه ده؟ كور ميسي دي والله، والله كور ميسي. هو ميسي بيطلع لبره كده يقوم حاطط لك كره تشيب كده، خلاص انت والجول. يا ولد يا ولد يا ولد. اوف 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 على الجون، ايه ده؟ مع الجزائر. اوف يا ولد. اوف اوف، مين اللام ده؟ يا لعيب يا لعيب. اوف اوف اوف، الواد بيخش عليه دخلات معفنه. يا ولد يا ولد على السرور، ايه ده؟ الراجل ده يا جدعان ايه ده؟ دوري اسباني ده؟ ده يلعب في احسن انديه في دوري، ده يلعب في ريال مدريد وبرشلونه والله، على ده الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يعني. يا ريت تعرفوني لاعب فين، يبقى حرام والله لو ما لعبش في حته تقيله. يا ولد يا عيني على الار 2، لا وعلى حظك النحس الجون شالها. يا ولد اوف اوف يا ابن اللعيبه، مين اللي بعديه ده؟ عبد المؤمن جابه. الواد بيطلع كور من رجليه جميلة، رجليه مدفع ولعيب حريف اشول كده حريف. تعال يا حبيبي انت كمان. اوف، عايزين اللقطات الجميلة.
يا ولد يا ولد عطوه. هو فين؟ يا عيني يا عيني على الاسيست. اوف اوف اوف، بص الاسيست ده، هو واقف، هو واقف بيقول له خد روحك جوه. ايه ده؟ فين هو؟ انا مش شايف فين هو اللي بيجري ده. يا عيني، بص تغريدة جد، رب بسم الله ما شاء الله عليك بجد يعني. اوف اوف، خد رجليش الشمال. جميل على الجول، جميل على الجول بمعنى الكلمة. يا عيني على الاسيست، بص الاسيست. بحترم انا اللعيبة الشول العالي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني اوف على النحس. بحترم كده لما يلاقي واحد اشول لعيب حريف كده عاقل. فين هو؟ هو اعذرونا، انا احيانا كده هنلاقي جودات غريبه بصراحه، عانيت عشان اجيب له الفيديو ده. فين هو؟ رقم 10. يا ولد يا عيني يا عيني. ده بيعيدوا نفس اللقطه. بيقول لك ان هو اللي ابتدى الهجمه يعني. ماشي ماشي يا عم ماشي، تعالى يا حبيبي، سلام على وش رجلك. يا عيني على اللونج باص، بس حتى وقفت ميسي على الكرة. والله والله وقفت ميسي فعلا. سيدا ميسي الجزائر بيقولوا كده يعني. تعال حبيب مين لام ده، تعال اللي بعده اللي بعده. اوف اوف اوف، الواد زعل عليه زعل، عملت على التاكلينج عليه وحش قوي. هو اهو فين؟ تعال لعيب حريف يا جدعان، عامل زي ادم والناس كده بصراحه، ولا ادم والناس هو اللي عامل زيه. ورياض محرز طبعا، لا اللعيبه الشغل في الجزائر كتير مش هنخلص منهم، وكلهم نجوم. يا عيني هو شكله صانع العاب، شكله مايسترو كده زي ما بيقولوا. تعال يا حبيبي، بس جسمه صار شويه، بس لا حاجه متكوك شويه، جسمه عريض بسم الله ما شاء الله عليه يعني. بس اهم حاجه الكوره بالعقل مش بالجسم، ولا انتوا شايفين ايه؟ يا ولد يا عيني يا عيني يا ابن اللعيب. اوف اوف على النحس، مين الغبي ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ضاع ده؟ مين ضاع ده؟ هو تعال. ماشي يا عم ماشي يا عم ماشي يا عم. يا ولد الدريبلينج بتاعه بالكرة جميل قوي قوي قوي. فين هو؟ هو اللي معاه كرة؟ فكرة أدب والناس نفس جريته بالظبط. يا ولد يا ولد يا ولد، يا فوم فوم يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. ايه اللي بيعمله ده يا جدعان؟ ايه اللي بيعمله الراجل ده؟ فهموني بس، الراجل ده دوري اسباني والله، والله يلعب دوري اسباني محترم. يا لهوي الواد، ايه اللي بيعمله ده؟ بسم الله ما شاء الله عليه بجد يعني. طب لسه بيلعب؟ ما لو لسه بيلعب يبقى عيب بصراحة، لو ما اتاخدش منتخب الجزائر يبقى عيب قوي. يبقى عندكم مايسترو زي دوت ما يتاخدش. بس الوان تاتش بتاعه هو ده صح؟ يا ولد اوف على الفاول، اوف اوف اوف. تعال تخش عليه جامد برضه. تعال يا حبيبي تعال. وحلو ان هو بيعافر يعني، رغم ان جسمه مش قوي قوي بس بيعافر على الكوره. عبد المؤمن جابه يا جدعان، يا ريت تقولوا لنا الفيديو الجاي عايزينه عن مين. هنقدم؟ لا مش هنقدم. بس الواد جريته بالكوره جميله قوي بجد، انا مش عارف اقول عليه تاني يعني بصراحه. انا قاعد مستقنيس من الفيديو، بيلعب سهل ممتنع،
اللي هو عارفه ما بيجودش. اوف 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 اللي بيعمله ده، ايوه اللي بيعمله ده، يا عيني يا عيني على اللي بيعمله. اوف اوف اوف، بص قالب باكورد ازاي، دبل كيك، بص دبل كيك منين، هو واقف اصلا في مكانه. يا ولد يا ولد يا ولد، لو كان جاك جون دي. تعال يا حبيبي انت كمان. تعال هيعدي 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 زي الكنافه. تعال يا حبيبي بتعمل ايه؟ مين اللي بتهوش ده؟ اوعى يديك كوبري هنا. لا ما ادوش كوبري. بس اللي هو انتوا اللي بيعملها. بص يعني ها ماشي هنمشي لك يا عم. الواد بيرد وبيرقص على الواقف كده كتير تعال يا حبيبي. اه ايه يا عم انت بتديلنا حاجات ولا ايه؟ هنقدم، خلينا نقدم شويه. فين؟ ماشي يا عم الفاول. اوف اوف ده جون. يا لا والحظ، يا لا والحظ. مين الجون الغبي ده؟ مين الجون الغبي ده؟ يا عيني يا عيني يا عيني. لا هو كان شكله ليه جماهير كتيرة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بص الباصات بتاعته جميلة قوي، الباص بتاعه جميل قوي. يا عيني تعال يا حبيبي. طب ايه يا جدعان، فهمونا الراجل ده من جايبينه منين. اوف اوف اوف. بس يا معلم وكده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تنزل تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.